السلام عليكم ورحمة الله. انتصف ليل تونس. فيما يلي عناوين الأخبار: 50% من المواشي تذبح في مسالخ موازية، والمسالخ البلدية في حال مزرية وفق عمادة الأطباء البياطرة. توقعات بإصابة تمور قياسية إنتاجا وتصديرا، والاستعدادات لموسم جنيها على قدم وساق. سويسرا تمنح تونس هبة تفوق 200 مليون دينار على 4 سنوات ضمن استراتيجية تعاون جديدة بين البلدين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. طلب مجلس عمادة الأطباء البياطرة الوطنية السلطة المعنية طلبها بضرورة التدخل لتأهيل المسالخ البلدية لتطابق المواصفات الصحية، على اعتبار أنها تعيش وضعية كارثية، كما أعلن خلال ندوة صحفية. مشهد رصدته كاميرا الأخبار بداية شهر أوت المنقضي، ويبدو أنه لم يشهد تغييرا لوضعية عدد كبير من المسالخ البلدية بمختلف جهات الجمهورية، منها تدهور البنية التحتية وغياب شروط حفظ الصحة، وضعية دفعت بالمجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة إلى إطلاق صيحة فزع. مسالخ اللحوم الحمراء هي تو في وضع كارثي، نظرا لانها غير مؤهله صحيا حسب المخطط المديري لسنه 2010 مارس 2010، بالتالي هو المخطط المديري اعطى 5 سنين لتأهيل هذه المسالخ، لكن الى حد مارس 2015 لم يقع تأهيل اي مسلخ. دونك الوضعيه ما تكون كان كارثيه، اللي زاد الامر سوء لان ثم الله غالب 50% ريسك من اللحوم تذبح البر خاطر المسالخ، وكان تذبح البر ما هيش كونترولي، اي دونك المواطن ينجم يلقى لحم غير صالح. يلزم يكون مسلخ مؤهل، ثم دي بوست وين تذبح وين تسلخ، تاو لهنا وين نذبح وين نسلخ وين نعلقوا اللحم، اللي هما ما يلزمش. عنا في تونس 206 مسلخ وقع الغلق 46 منهم، واللي بقاو حتى مسلخ له مؤهل، حتى مسلخ اللي عنده يسجيل المواصفات الصحية البيطرية اللي في المخطط المديري عند 2010 وقع إدراج أنه في نهاية فيفري 2015 المسالخ متبقية، تونس تبقى من 206 ناقفوا على 51 مسلخ مؤهل وأحداث 9 مسالخ جدد يكونوا مؤهلين. وضعية وصفت بالكارثية لمسالخ اللحوم الحمراء أكدها المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، خاصة في ظل غياب المصادقة الصحية البيطرية التي ينص عليها القانون. بالنسبة للمسالخ اللحوم الحمراء، القانون نص على كون المسالخ هذه لازم تكون متحصلة على مصادقة صحية بيطرية، واللحوم من المفروض تكون فما ختم صحي نص عليه قرار وزير الفلاحة مؤرخ في 1/2006، نص على مضمون الختم الصحي وشكله، ويصدر الختم الصحي للمسالخ المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية. بطبيعة الحال باعتبار ما عندناش حتى مسلخ عنده المصادقة الصحية البيطرية، ما فماش ختم صحي مثل ما نص عليه القانون اليوم، والختم الصحي اليوم هو ختم صحي يرجع للجماعات المحلية المالكة والمتصرفة في المسالخ. كما أن الإنتاج الجملي للحوم الحمراء قدر ب 125 ألف طن سنة 2016، نصفها فقط مرت عبر مسالخ المراقبة وفق المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة. خلال ورشة عمل قدمت أبرز الاستعدادات لموسم جني التمور هذا العام، أكد مدير عام المجمع المهني المشترك للغلال أن الصبة المنتظرة ستكون قياسية وفق التوقعات، فيما الموسم إيجابي لكل من المصدر والمنتج. تطور إيجابي يشهده قطاع التمور لهذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، ومن المنتظر أن يكون موسما قياسيا وناجحا للمصدر والمنتج على حد سواء. معطيات قدمت اليوم خلال ورشة عمل نظمها المجمع المهني المشترك للغلال حول الاستعدادات لتصدير التمور. بالنسبة للسنة الصابة باش تكون أحسن من السنة الفارطة، فما زيادة بقرابة 32% من 26% بالنسبة لدقة النور، وفي هذا الباب دونك فما اسواق جديده
خاصة باش نركزوا على الأسواق الآسيوية والأسواق الأمريكانية، فهمتني؟ باش نحاولوا من الكميات هذه الكل يتم التصدير نتاعهم. تونس هي رائدة في تصدير التمور، هو من أول البلدان في العالم، خاصة بالنسبة للتمور المعدة مباشرة للاستهلاك، لأن فما بطبيعة الحال دول أخرى منجة للتمور، تصدر التمور بكميات كبيرة، ولكن التمور معناها خام، بحيث الشيء اللي تمتاز به تونس هو البنية الأساسية نتاع المصانع، مصانع التمور، بحيث الشيء اللي التمور التونسية بكلها معناها تصدير، هذاك علاش نحطوا من حيث نحول البيك، إن شاء الله في ظروف طيبة نحو الولايات نتاعها، تعرف اللي التمور نصدروا تقريبا هو رقم قياسي عندنا نحن في تونس ل 80 دولة. وتقدر إصابة التمور لهذه السنة 305,000 طن، كما يذكر أن عائدة التمور للموسم الفارط سجلت 570 مليون دينار. أعلنت سويسرا تبنيها استراتيجيات جديدة على 4 سنوات لدعم انتقال تونس الديمقراطية، تتوجه أساسا لدعم الشباب ودفع النمو الشامل والحد من الهجرة. أطلقت استراتيجية التعاون بين تونس وسويسرا تمتد على 4 سنوات وتتركز على مواصلة العمل على دعم مسار الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في تونس، وأيضا دفع النمو الشامل والتشغيل والاستمرار في بذل الجهد لفائدة قضايا الهجرة وحماية الأشخاص ذوي الوضعيات الهشة. قيمنا العمل الذي تم على مدار السنوات الخمس الماضية، خلصنا إلى عدد نتائج، أولها ضرورة اعتماد استراتيجية تعاون خاصة بتونس. في السابق كانت لنا استراتيجية إقليمية، ما يعني انصرافنا الآن إلى أهداف محددة بتونس فقط، وأيضا وجوب التركيز بشكل خاص على دعم مبادرة الشباب لزرع الأمل وتحقيق انتظارات الثورة. pour susciter de l'espoir et matérialiser les espérances nées de la révolution. خطر اولا تمثل مؤشر على ثقة سويسرا في تونس، على دعمها، على انها تشوف المستقبل مع تونس، وعلى 3 سنوات القادمة تؤكد على انها باش تدعم كل المجالات الأساسية اللي هي ديمقراطية، حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت الاقتصاد والتشغيل وخلق مواطن الشغل وايضا التكوين والموارد البشرية، وهذه هام جدا انه التعاون يشمل برشا مجالات. التعاون هذا مش يعطي أيضا فرصة باش تونس تتحصل على دعم مالي في شكل هبات حوالي 200 مليون دينار. الاستراتيجية مثلت فضلا عن تحديات الانتقال الديمقراطي ورهانات التنمية موضوع حلقة نقاش في سياق أشمل خدمة قضايا المنطقة. المستشار الفيدرالي السويسري قالت أن المشاريع الواضحة المشتركة تدعمها، خاصة في مجال مراقبة الحدود، على اعتبار أن تونس صارت بلد عبور للمهاجرين ووجهة في الآن نفسه. الوضعية تغيرت منذ فصل الصيف كثيرا، والهجرة عبر البحر المتوسط توقفت تقريبا، لكن الثابت أن المشاكل لم تنتهي، ما يعني وجوبا السعي لأجل التزام كل الأطراف في المنطقة بالعمل المستمر. نحن نرغب في العمل على مستوى ثنائي أو إقليمي، ولهذا انخرطنا في مجموعة اتصال تضم دولا من شمال إفريقيا ومن أوروبا. Ensemble. C'est pourquoi aussi la Suisse participe à ce groupe de contact. Ce sont différents pays de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Europe. وقدرت المسؤولة السويسرية أن هذا الالتزام مهم إذا ما تم النظر في وضعية تونس التي عرفت موجات اللجوء من ليبيا وفي التحديات التي يجب رفعها وتمر وجوبا عبر أحلال الاستقرار السياسي في ليبيا. في الشأن العربي، وخلال أول اجتماع تعقده الحكومة الفلسطينية في غزة منذ ما يفوق السنوات الثلاثة، تعهد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بحل القضايا العالقة كلها، ودعا إلى توافق الفرقاء الفلسطينيين في خطوة ترسم مصالحة وطنية بين حركتي فتح وحماس. في أول اجتماع لها منذ 2014 في قطاع غزة، وفي خطوة وصفت بالمهمة نحو إرساء المصالحة بين حركتي فتح وحماس وإنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عقد، عقدت الحكومة الفلسطينية اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي أكد في مستهل الاجتماع على عزم الحكومة على حل كل المسائل العالقة التي شكلت في الماضي عوائق، داعيا إلى التوافق والشراكة من أجل إنجاح حكومة الوفاق الوطني.
وفي مؤتمر صحفي إثر الاجتماع قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن مجلس الوزراء الفلسطيني دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر. طالب مجلس الوزراء برفع الحصار عن قطاع غزة، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي ببذل جهوده كافة من أجل الرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، الرفع الفوري للحصار الجائر عن قطاع غزة، لأن الوضع في قطاع غزة هو وضع مأساوي. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد وصل أمس إلى قطاع غزة في أول زيارة له بعد عامين من توليه منصبه للمشاركة في إرساء المصالحة الفلسطينية. أمام هذه التطورات نحو الوفاق الفلسطيني، رحبت جامعة الدول العربية بتطور جهود المصالحة الفلسطينية ووصول رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى قطاع غزة. وذكرت الجامعة في بيان لها أن أمينها العام أحمد أبو الغيط اعتبر أن ذلك يمثل خطوة كبيرة ومهمة في طريق إنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية أشد الضرر خلال السنوات العشر الماضية على حد نص البيان. حصد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب غالبية الأصوات في البرلمان الفرنسي، ليتيح القانون المثير للجدل توسيع نطاق التدقيق في الهويات وفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء، عدا عن منح الحكومة سلطات استثنائية ضمن القانون العام عبر بعض إجراءات تتعلق بحالة الطوارئ. بعد تصويت أكثر من 90% من الأكراد لصالح الانفصال عن العراق، أعلن إقليم كردستان العراق اعتزام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بداية شهر نوفمبر القادم، في وقت صرح فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق. إلى الرياضة الآن، وفيها خبر مواصلة المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته لملاقات المنتخب الغيني ضمن جولة خامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. العناصر الوطنية أجرت عشية الثلاثاء حصة تدريبية قبل أخيرة في انتظار تحولها بعد غد الخميس إلى كوناكري. مع اقتراب التحول نحو العاصمة الغينية كوناكري، ارتفع نسق تحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم للمواجهة المنتظرة أمام منتخب غينيا والتي قد تكون حاسمة للتأهل لمونديال روسيا. التدريبات عشية اليوم شهدت انضمام لاعبي نجم الساحل إضافة إلى محترف الأهلي المصري علي معلول إلى التمارين الجماعية لتكون جميع العناصر متاحة لدى الإطار الفني. تقريبا الجور كله يعني مساسين بال معناها بالماتشات الكبار وبالسيونس هذوما. نتصور ديجا ملي دخلنا في ستاج من البارح كي التحقنا يعني دخلنا ديريكت في الخمو في ماتش غيني، وديجا الجروب بي امبيونس بي ان شاء الله ربي يوفقنا ونرجع يعني بورقتها ان شاء الله. ما غيني كنا نعرف المباراه تاع غيني هذايا ماهيش باش تكون مباراه سهله، لازم نعملوا ريزولتا بوزيتيف غاديك ان شاء الله نضمنوا بها الترشح تاعنا. نتصور الولاد الكل كونسونتري، الولاد الكل معاملين على بعضها شرتو في الماتش هذا ان شاء الله. وتعتبر التركيبة الدفاعية التي ستخوض مباراة غينيا الهاجس الأكبر للمدرب الوطني نبيل معلول، خاصة في ظل غياب صيام بن يوسف المصاب وعدم التأكد من القدرة على التعويل على خدمات رامي البدوي. اللاعبين اللي موجودين قادرين باش يعطيو الإضافة، وقادرين خاصة أنه فما لاعبين عندهم خبرة كبيرة، لاعبين أقل خبرة، لكن أظن ما عندناش مشكل كبير. ولو يصعب معناها باش تعوض لاعب في قيمة فنية وخاصة قيمة معنوية مثل سيان بن يوسف، لكن إن شاء الله الأمور إيجابية. هذا اللي ماشي العمر اللعبة الكل، تصور الناس كل شعرين بالمسؤولية، وإن شاء الله كيما نقولوا نكونوا حاضرين إن شاء الله لجورجي، إن شاء الله بحاول نمشيو لغينيا ونترشحوا إن شاء الله من غادي. وسيتحول المنتخب نحو العاصمة الغينية كوناكري بعد غد الخميس على متن طائرة خاصة، على أن يكون اللقاء يوم السبت المقبل بداية من الساعة 6 مساء بإدارة الحكم الزامبي جاني سيكازوي. ونختم النشرة بعرض أهم ما ستشتمل عليه برمجة المسرح الوطني الفنية لموسم 17 و2018، كما قدمها مدير عام المسرح الوطني الفاضل الشعيبي
بينها 6 مشاريع كبرى، أولها عرض الخوف الذي سيقدم بدءا من الجمعة القادمة. في هذا الفضاء الضيق الكبير بأحلام مسير المسرح الوطني ورواده، اختار الفاضل الجعيبي للإعلان عن الخطوط العريضة للموسم الثقافي الجديد بذكر الإنتاجات الخاصة بالمسرح الوطني من بينها الخوف لجليلة بكار ونشوة الأعمال لإيمان السماوي وقزح لأيمن الماجري وشظايا لأنور الشعافي. تخوف باش نقدموا فيها عنوان مؤقت مسرحية قزح الأيمن الماجري. أيمن الماجري نعتبروه من خيرة الشبان في المسرح. كما نوه جعيبي في هذه الندوة باتفاقات الشراكة المتعددة التي ضبطها المسرح الوطني مع عدة هيئات ومنظمات ومسارح أخرى. نخص بها بالذكر اللي تقدمنا فيها، هي مع مركز دولي للحمامات. ضروري أنه ننفتح على مسرح الأطفال والناشئة، ندخلوا في أعمال مشتركة مسنة ما أعلناش عليها، أما باش تجي في الإبان عن اتفاقيات شراكات فنية دولية بنعمعاء للي يعرف البيكولو تياترو دي ميلان. هذا وتستهل البرمجة الفنية الجديدة للمسرح الوطني بعرض مسرحية الخوف ابتداء من الجمعة المقبل، ويتواصل أيام السبت والأحد على مدى الموسم المسرحي، فضلا عن إقامة أسابيع مسرحية بالجهات. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بعناوينه. 50% من المواشي تذبح في مسالخ موازية، والمسالخ البلدية في حال مزرية وفق عمادة الأطباء البياطرة. توقعات بإصابة تمور قياسية إنتاجا وتصديرا، والاستعدادات لموسم جنيها على قدم وساق. تمنح تونس هبة تفوق 200 مليون دينار على 4 سنوات ضمن استراتيجية تعاون جديدة بين البلدين. يمكنكم مشاهدينا متابعة أخبارنا هذه وغيرها عبر بوابة التلفزة التونسية. نلقاكم على خير.